إذا مشاهدينا الأعزاء ينطلق الشوط الثامن عشر في المجموع وهو الخاص القعدان من مسافة الكيلو والنصف الكيلو. إذا مشاهدينا الأعزاء إذا هنا ننطلق إلى المقدمة وننطلق إلى المركز الأول حيث نرى شاهين زايد بن مطر الدوسري وثاني المراكز. مشاهدين الأعزاء هنا نرى شاهين جاسم بن محمد بن سيف النعيمي وثالث المراكز هنا نرى شاهين حمدان بن محمد بن راشد المري ورابع المراكز شاهين أو خامس المراكز شاهين محمد بن ناصر الطريبين. ولكن نعود إلى المقدمة ونعود إلى الصدارة نعود إذن هنا إلى شاهين زايد بن مطر الدوسري. إذن هنا ينطلق مع شاهين ولكن الجماعة واصلين 700 متر أخيرة تفصلنا عن خط النهاية وأيضا وصول هنا من ظبيان عبد العزيز بوهندي وثالث المراكز أيضا هنا وصول نرى هنا حامل رقم 27 شاهين حمدان بن محمد بن راشد المري وثالث أو رابع المراكز هنا وصول من الوعب صالح بن سعيدة الحول. ولكن نعود إلى سراب جار الله بن جهويل المري إذن ينطلق مع سرابة ولكن ثاني المراكز الوعب صالح بن سعيد الحول. ولكن هنا أيضا الوصول من الجانب الآخر نرى هنا شاهين جاسم بن محمد بن سيف النعيمي يسلم ولكن سراب جار الله بن جهويل المري سراب وشاهين شاهين وسراب. إذن هنا 100 متر أخيرة تفصلنا عن خط النهاية ولكن إذن انطلق سراب جار الله بن جهويل المري. إذن هنا 100 متر أخيرة هي الفاصلة عن خط النهاية والفاصلة إذن عن الناموس. تهانينا والناموس لمالك سراب جار الله بن جهويل المري وثاني المراكز شاهين جاسم بن محمد بن سيف النعيمي وثالث المراكز مشاهدينا الأعزاء الشام عبد الله ابو عبد الهادي بن حمد بن ترحيب بن نايفة. التوقيت الزمني هو 2:13:44 جزءا من الثانية. تهانينا والناموس لمالك